أكثر من 12 عام حققت في شركة بي آر سيستمز نجاحات متتالية بطرحها أفضل أجهزة كشف الذهب والمعادن والمياه الجوفية تحت الأرض، مما وصل هاي الشركة إلى الريادة وصارت أحد أكبر الشركات الرائدة والمصانع العالمية الرائدة في تصنيع أجهزة كشف الذهب والمعادن. على سبيل المثال، أحد أشهر الأجهزة اللي طرحتها الشركة جهاز رويال أنالايزر برو 6000 أو المحلل الملكي 6000 بإصداره الرابع والأطروحة لعام 2024. هذا الجهاز هو أحد أشهر الأجهزة في مجال التنقيب عن الذهب بالنظام التصويري ثلاثي الأبعاد، بيتميز بقدرته على الوصول لعمق بيوصل إلى 35 متر تحت الأرض، بالإضافة إلى قدرة التصوير من خلال شاشة الجهاز أو من خلال التابلت المرفق والمدمج مع الجهاز، مع قابلية فصل هذا التابلت لسهولة الاستخدام وسهولة التحليل. أيضا الجهاز أتاح مجموعة من الأدوات التحليلية الممتازة جدا اللي بتمكن المستخدم من معرفة جميع التفاصيل عن الهدف، شكل الهدف وعمق الهدف وحتى حجم الهدف تحت الأرض. الجهاز الثاني اللي ممكن نتكلم عنه واللي هو ثاني أفضل وأكثر جهاز مبيعا لعام 2024 هو جهاز الجولد ستيب برو ماكس. جهاز الجولد ستيب برو ماكس بيتميز بخمس أنظمة متقدمة جدا للكشف موجودة في جهاز صغير الحجم وخفيف الوزن وقادر على العمل لعمق 50 متر تحت الأرض ومسافة كشف وبحث قادرة على الوصول ل 2000 متر. أنظمة الجهاز كالآتي: النظام الاستشعاري بعيد المدى القادر على إيصال المستخدم لمكان الهدف، النظام الأيوني اللي بيأكد لي أنه هدفي من المعادن الثمينة فقط، النظام المغناطيسي اللي بيأكد لي على مكان ونقطة تواجد الهدف وبمعنى آخر مكان الحفر للمستخدم أو المنقب راح يحفر ليوجد فيه الهدف، وآخر وأهم نظام هو النظام التصوير الثلاثي الأبعاد اللي بيعطيني باقي التفاصيل المهمة مثل شكل وحجم وعمق الهدف. طبعا هاي السلسلة ما أنا مكونة فقط من جهاز الجولد ستيب، إنما في ثلاث أصدارات ثانية طرحتها الشركة بمواصفات مخفضة مثل جهاز البي آر 100 برو اللي بيعطيني ثلاث أنظمة شاملة للكشف، هي النظام الاستشعاري والنظام الأيوني والنظام المغناطيسي اللي تكلمنا عنهم سابقا، مع عمق بيوصل ل 30 متر ومسافة بحث توصل ل 1000 متر. طرحت أيضا الشركة جهاز البي آر 50 تارجت ماكس بمواصفات مخفضة أيضا قليلا عن جهاز البي آر 100، وهو أن الجهاز بيشتغل بالنظام الاستشعاري بعيد المدى والنظام الأيوني لعمق 20 متر ومسافة بحث 1000 متر. وختمت هاي الشركة بجهاز البي آر 20 برو اللي هو بيشتغل بالنظام الاستشعاري بعيد المدى فقط. أيضا الشركة ما اكتفت بأنها تطور وتصمم أجهزة لكشف الذهب والمعادن، إنما قامت أيضا بالدخول لمجال وعالم الكشف والتنقيب عن المياه الجوفية بإصدارها أجهزة حققت نجاحات ممتازة جدا على مستوى دول الخليج وحول العالم، ومنها جهاز البي آر 950 أو بي آر 950 اللي هو جهاز بيشتغل بالنظام الاستشعاري بيقوم بكشف المياه بأنواعها سواء كانت مياه عذبة أو مالحة أو معدنية لعمق بيوصل ل 950 متر تحت الأرض. أنا بتكلم عن عمق كبير جدا مع مسافة بحث بتوصل إلى 2000 متر. طبعا جميع الأجهزة اللي تكلمنا عنها هي أجهزة موجودة تقريبا من 12 سنة وصدر منها أصدارات قديمة، وهذه الأصدارات الحديثة بالنسبة لأجهزة البي آر أو سلسلة البي آر الاستشعارية والتصويرية أو المتعددة الأنظمة. صدرت تقريبا النسخة الجديدة منها في عام 2021 مع حرص الشركة المستمر على إصدار تحديثات للأنظمة الموجودة بهذه الأجهزة. مستمرين مع أجهزة شركة بي آر سيستمز، الآن وصلنا لقسم الأجهزة الكاشفة عن المياه الجوفية والآبار الارتوازية اللي بتعمل بالنظام الجيوفيزيائي. طبعا هذا أهم نظام لتحديد جميع المعلومات المرادة عن البئر. هذا النظام مستخدم بشكل كثيف جدا من قبل المنقبين بسبب الدقة اللي بوفرها هذا النظام. أول إصدار أصدرته شركة البي آر سيستمز مما يقارب 12 سنة اللي هو جهاز البي آر 700 برو. هذا الجهاز حقق نجاح كبير وانتشار واسع في العالم والخليج أو دول الخليج بشكل خاص، مما شجع الشركة أن تطور وتصدر إصدار جديد اللي هو جهاز البي آر 950 بروفيشنال بشاشة LED. بيعطيني هذا الجهاز جميع المعلومات عن نقطة وجود المياه مثل نوع هاي المياه، عمقها، نسبة الملوحة، كثافة هاي المياه، وأيضا أنا من خلال التطبيق اللي أتاحته شركة بي آر سيستمز بإمكاني أنزل هذا التطبيق على الهاتف أو التابلت لحتى أشوف مكان
أو البئر الموجود تحت الأرض بالمنظور ثلاثي الأبعاد. اتأكد من حصولك على منتجات شركة BR Systems من خلال الوكيل الحصري الأول والأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة BR Detectors دبي، مع ضمان لمدة 3 سنوات وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على الجهاز، أيضا الدعم الفني من خلال الواتساب. للمزيد من المعلومات والاستفسارات بإمكانكم تتواصلوا مع شركة BR Detectors دبي، والسلام عليكم ورحمة الله.